إنها عظمة الله والهيبة هي أعلى مراتب الخوف. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: هيبة الجلال هي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف. وربنا سبحانه له هيبة عظيمة لا يعلمها إلا من هزته تلك الهيبة، هيبة لا تقاربها هيبة، والذي يقف بين يديه يشعر بها بوضوح. جبريل بقوته وعظمة خلقه الذي لو بسط جناحا من أجنحته لسد الأفق، سد الأفق يعني الشمس ما ترى، وهو له 600 جناح. ومع هذا انظروا ماذا حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدث له أمر عظيم عندما وقف بين يدي الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، يعني ليلة الإسراء والمعراج، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي. الحلس هو القماش الذي يوضع تحت الدابة، والبالي يعني القديم. وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، هيبة. قال ابن القيم: من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلقه الله، ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، وإنهم لا يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: إذا توضأ يقولون يصفر وجهه ويتغير، فيقال: ما لك؟ يقول: تدرون بين يدي من أقوم؟